في المحتويات بتاعه الماده. للي ما درستلوش قبل كده، ده الكونتاكت بتاعي as usual، نفس السلايد موجوده للي درس معايا في سنه اولى، هي نفسها ما اتغيرش فيها اي حاجه. المعلومه اللي دايما بقولها للناس ان انا مش موجود بنسبه 100% او بنسبه كبيره في الكليه، لان انا اوريدي شغلي الاساسي في الجامعه، انا باجي الكليه على المحاضرات بس، عشان كده وسيله التواصل غالبا بتبقى عن طريق وسائل التواصل اللي انتوا عارفينها، اي حاجه غير الكونتاكت فيز، لان انا ما بيبقاش موجود في الكليه غير فين؟ وقت محاضراتي وبس. طبعا وقت امتحاناتكم اكيد لازم افضلكم نفسي يعني. الغرض من الماده دايما البدايه بتبقى بشكل الايفالويشن، احنا هيتعمل لنا ايفالويشن ازاي في اخر الماده؟ الايفالويشن بتاعتنا بتقول اللي هو بالبلدي، لو انت كنت عارف الكلام ده من قبل ما نبدا الكورس، انا اقدر اقول لك نو نيد ان احنا نضيع وقتنا ونقعد نشرح لك كورس لمده ترم، حضرتك كواليفايد انف ان انت ايه تاخد شهادتك من الجزء ده. ماشي؟ المفروض ان احنا بنهايه الكورس حضرتك لو جالك اي رسم هندسي لميكانيكال بارت بالمنظر ده، تقدر تديفلوب البروجرام اللي بيسموه الجي كود بروجرام، او بلغات تانية لسه هندرسها، اللي لو اديته لاي مكنه سي ان سي سواء ميلينج بقى او دريلينج او وات ايفر، تقدر تنفذ لك البارت ده. ولو انت قادر ترسم البارت ده على برنامج كاد، تقدر تخلي برنامج الكام هو اللي يطلع لك الجي كود اللي انت في الحاله الاولانيه كنت عامل ايه؟ كنت كاتبه بايدك. يبقى احنا المفروض بنتعلم ايه في الماده؟ حاجتين. لو انا ما عنديش كاد كام سوفت وير، ازاي اكتب برنامج ينفذ الجيفن بارت؟ الحاجة التانية ان انا لو عندي كاد كام سوفت وير، ازاي استخدمه علشان هو اللي يكتب لي ها الكاد الايه الجي كود فايل. اوكي؟ ده فيما يخص الايه؟ الكاد كام كابلكيشن. فيما يخص الكاد لوحده كابلكيشن، ازاي اديفلوب كاد موديل؟ العملية بتبدا الاول بشوية الحاجات الثيوريتيكال اللي احنا بندرسها، الكاد موديل بيشتغل ازاي؟ الفيتشرز الأساسية بتشتغل ازاي؟ عندنا الباك جراوند عن الكاد مودلز، مفيش اي مشكله ناخد اي كاد سوفت وير او اي كاد باكج از ا كيس ستادي ونبدا نطبق عليها الكلام ده. اوكي؟ هتلاقي في الشغل بتاعنا، لان عندنا جزء من الدرجات هتكلم عليه اسمه براكتيكال، يبقى حضرتك مفروض تقيم على حاجه براكتيكال تعملها. كلمه براكتيكال مش بالضروره تكون ورشه، مش لازم تنزل في ورشه وتشتغل، لان احنا النهارده السيميليتورز ما سابتش حاجه الا لما عملتها. فان انت تقدر تشغل مكنه على السيميليتور، انت اولموست كده قدرت تشغلها فين؟ على الواقع. الفرق ان كل مكنه بيبقى ليها فيتشرز مختلفه، واحنا عمرنا ما هنعلمك كل المكن بيشتغل ازاي. وباي ذا اند اوف ستوري، انت مهندس مش المهندس اللي المفروض ان هو بيشغل المكنه، هو المفروض يبقى عارف المكنه بتشتغل ازاي، انما مش هو اللي فيزيكلي قدام المكنه بيقف علشان يشغلها. اوكي؟ الكلاس اجريمنت بتاعتنا هي نفس الكلاس اجريمنت بتاعت سنه اولى، واولموست احنا لخصناها دلوقتي، نقولها كده اوام اوام. مفيش حد فينا غرضه ان هو يغلس على التاني، اللي انت جاي علشان تقرفني ولا انا جاي عشان اقرفك. اوكي؟ احنا قاعدين ان انا بقدم معلومه، حضرتك بتتقبل المعلومه، تنجح تاخد تقديرك زي الفل. ايه؟ الف مبروك. الوقت اتفقنا عليه، ها؟ قلنا الالاونس بتاعنا قد ايه؟ ها؟ 10 دقائق. اوكي؟ لحضرتك وليا، اليوم اللي هتاخر فيه اكتر من 10 دقائق انت اللي هتقول لي ممكن ما نكملش المحاضره. اي نعم انا مش هرحمك لو انت قلت كده، بس انت هيحق لك ان انت. ماشي؟ طيب التليفون بتاعي اول تليفون بيتعمل بتاع دوت فلايت مود او بيتعمل سايلنت. انا منتظر ما هو اكتر من حضرتك. ماشي؟ كون ان في ناس ما بدتش ايدها على تليفوناتها، هي كانت عاملاها سايلنت من الاول او ما عندهمش دم، ايهما اقرب؟ ماشي؟ فهيبان. الاساينمنت والكويزز حدث ولا حرج، اونلاين واوفلاين وفي المحاضره واحنا قاعدين وفي السكشن وبعد ما تروح البيت، يعني هنهريك كويزز. اوكي؟ بس البني ادم اللي بيفكر شويتين لو جمع كل الكويزز اللي عدت عليه على طول الترم، يعني يقدر يقول الامتحان جاي في ايه. ماشي؟ مش هتيجي من الفضاء، هي الكويزز بتعبر عن الحاجات اللي هتجيلك فين؟ في الامتحان. اهلا باي
اوبجكتيف كومنت او اي اوبجكتيف فيدباك من حضرتك. احنا وين وين سيتويشن، زي ما انت هنا بتتعلم انا هنا برضو بحاول اخلي اللي انا بقوله افضل. فاي فيدباك من حضرتك طبعا اهلا وسهلا بيه، والتشانلز بتاعت الفيدباك مفتوحه لكل حاجه. ولو بصيت على الويب سايت هتلاقي في لينك لاكونت معمول للكورسات اللي بندرسها على صراحه، في الفري ان انت تقول اي حاجه تمام، حتى لو كنت هتشتم يعني، بس استغل الفرصه ان انت ما تشتمش وتقول حاجه مفيده تفيد بيها نفسك وتفيد بيها غيرك. ماشي الكلام. توزيعة الدرجات بتاعتنا مهم قوي تبقى عارف انت المفروض تركز في ايه. ورقه الامتحان اوكي 90 درجه، الكورس ورك اللي هو يحتوي على كل حاجه هنعملها طول السنه 30 درجه، امتحان عملي لوحده 30 درجه. لازم اللائحه بتقول ان في درجه عملي، يبقى انا لازم امتحنك بشكل عملي في حاجه. احنا الماده عندنا ما شاء الله كلها سوفت ويرز، كلها ابلكيشنز، سهل جدا ان احنا نمتحنك ايه عملي. مش لازم عملي ان انا اجيبك قدامي واقول لك افتح الكمبيوتر طلع الابلكيشن واشتغل، لا، ما انت ممكن تعمل حاجه بروجكت 2 3 يشتغلوا مع بعض على ابلكيشن من اللي احنا بناخدهم، وتيجي تبرزنت الكلام ده وتعرفنا انت اتعلمت ايه او عملت ايه. في جزئيات احنا هنشرحها وفي جزئيات سيلف ستادي. اوكي؟ طبعا توزيع الجزء بقى بتاع الكورس ورك بقى يتراوح ما بين بقى الكويزز اللي احنا نقعد نقول فيها والمنتر اتندنس اللي هو مش هيكون اتندنس المحاضره، المحاضره احنا عندنا وسيله اخرى للايفالويشن، الاتندنس ده هيبقى السكاشن تمام، والمسائل او الريبورتس اللي هتطلب منك في السكاشن. انا امبارح كنت نزلت الويب سايت دوت على الجروب بتاع الفيسبوك بتاعكم، لو في حد مش مطلع على جروب الفيسبوك الكيو ار بتاع الويب سايت موجود، محاضره بمحاضره هتلاقيها موجوده. انا ما بنزلش المحاضرات مقدما اذ ربما نغير حاجه واحنا شغالين. التسجيل بتاع المحاضره او الفيديو بتاع المحاضره بينزل بعدها بيوم. ماتيريالز المذاكره كلها افيلبل ومتاحه في ايد حضرتك، فحتى لو قدر المحاضره فاتتك الدنيا ما باظتش. بس مش بالضروره اقول لك ان انا باخد غياب والغياب بسقط عليه والكلام اللي انتوا عارفينه، بس حضور المحاضره مهم وجرب وانت هتعرف. ماشي؟ الكونتنت بتاعتنا بقى هنتكلم في ايه في الماده دي؟ اول حاجه النهارده هنتكلم انترودكشن، وهي للاسف نظري يعني موضوع الكلام النظري ما هوش كلام بيستهوي الناس، بس احنا لازم نعرف يعني ايه CIM، يعني ايه CAD، يعني ايه CAD CAM، يعني ايه CAP تمام، يعني ايه CFD، يعني ايه FEE، فحاجات كتيره بتشوفها علشان بس ما تفتكرش ان الناس بتقوم رازعه اي ثلاث حروف ورا بعض كده عشان يتمنظروا عليك، لا، مهم ان انت يكون عندك نوليدج بالحاجات دي. اوكي؟ الان سي سيستم يعني نيوميريكال كنترول سيستم، بعد كده البروجرامنج هناخد ميلنج وتيرنينج، حاجه اسمها سايكلز. بعد السايكلز هنشتغل على سوفت وير سيميوليشن، ازاي تطبق كل الكلام اللي انت درسته ده على سيميوليتر ازف ان انت قدامك مكنه فعليا، قدامك مكنه حطيت عليها شغله، معاك بروجرام، شغلت البروجرام، عملت البرودكت بالظبط كانك عملت السايكل بالكامل تحت في الورشه قدام المكنه السي ان سي. اوكي؟ حتى السيميوليتر اللي هنشتغل عليه في المكنه اللي عندنا الفانوك الموجوده تحت بالظبط بنفس الموديل بنفس التراس بتاعها. اوكي؟ جزء تاني بقى هيبدا يشتغله مع حضرتك دكتور احمد، هيبدا يشتغل في الكاد سيرفيس موديلنج، يعني ايه سوليد موديلنج بالطرق بتاعته، وهيطبق مع حضرتك الكلام ده على كاد كام سوفت وير زي ما احنا طبقناه هنا على ان سي سيميوليشن سوفت وير، وفي الاخر هيدي حاجه زي ما اللائحه بتقول عن الفلكسبل مانيفاكتشرنج سيستم، وهتبقى غالبا نظري لان مفيش حاجه بتدرس بالفلكسبل مانيفاكتشرنج سيستم فيها ابلكيشن. المحاضره بتاعت النهارده هتبقى مينلي بتتكلم على الانترودكشن، هتقف على حته معينه وهنكملها في المحاضره اللي بعدها، اللي هو الماشيننج وانواع الماشيننج وانواع الماشينز، ويعني ايه نيوميريكال كنترول، وازاي بتختار البارتس اللي هتشغلها على النيوميريكال كنترول، وهكذا. اي اختصار من حرفين او من ثلاث حروف بتشوفه دلوقتي ده مجرد ليستنج بس، انما كل حاجه بتتقال احنا مش بنسيب حضرتك تايه ولا حاجه انت مش عارفها، كل حاجه بنعدي عليها دلوقتي. ده كده كانه اوت لاين للايه؟ للي المفروض يحصل. اوكي؟ هل في اي اسئله حتى الان؟ ماشي. في حاجه حلوه ان ما يبقاش في اسئله يعني ما تبقوش مملين. طيب. عمليات التصنيع الرئيسيه اتقسمت للاتي، وعلى ما اعتقد ان دي من السلايدز الكومن قوي لما تلاقي حد بتاع انتاج بيدرس
لازم يكلاسيفاي نفسه هو تبع مين في عمليات التصنيع. بعيدا عن المسميات دي، عمليات التصنيع متقسمه مينلي لو هي عمليه تصنيع مرتبطه بخروج فيزيكال برودكت، ان عمليه التصنيع يا اما بتمسك ماتيريالز وتضيفها لبعض، يا اما نفس الماتيريال تفضل زي ما هي مجرد بغير شكلها، يا اما بمسك ماتيريال اشيل منها جزء انا مش عايزه علشان اوصل للفاينل شيب. يعني زي ما بنقول نفس الماتيريال ما بتتغيرش، او ادينج ماتيريال او سبتراكتنج ماتيريال. لو حاولت تسقط الحاجات اللي فوق دي هتلاقيها لازم تو بي كاتيجرايزد تحت واحد منهم. ليه بقول الكلام ده؟ لان احنا بعد كده هنشتغل ماشينينج، هيبقى كل الشغل بتاعنا كله ايه؟ سي ان سي ماشينينج. فلازم تكاتيجرايز نفسك انت تحت مين؟ تحت دي ولا تحت دي ولا تحت دي؟ اوكي؟ طيب لو اتكلمنا على دول، ها؟ مين الكاستنج والمولدنج؟ ها؟ السباكه. المولدنج اللي هو القوالب بتاعت السباكه، حلو قوي. تقع تحت مين من دول؟ ها؟ اولموست ان هي سيم ماتيريال، او في بعض الاحوال بتبقى ادنج ماتيريال لو انا هصب حاجه وفوقها هصب حاجه ثانيه. اوكي؟ يبقى ممكن تبقى هنا قوي. طيب الفورمينج بروسس، ها؟ فورمينج يعني ايه؟ تشكيل. كلمه تشكيل يعني ايه؟ حاجه هغير شكلها، محدش قال ان انا هرب منها حاجه، تمام؟ يبقى هي المفروض ان هي تعتبر ايه؟ نفس الماتيريال، وهنشوف الابلكيشن بتاعتها. طيب اللي بعدها ماشينينج بروسس، ده دي مخصوص اتعملت علشان مين؟ السبتراكتنج ماتيريال، ده هو من تعريفها شيل الجزء الانوانتد وارميه على شكل سكراب او تشيب، على شكل رايش، اوكي؟ يعاد استخدامه لا يعاد استخدامه مش بالصدمه. ويلدنج ادنج ماتيريال، اسامبلي ادنج ماتيريال. يبقى احنا لو حاولنا نكاتيجورايز الحاجات اللي فوق هنلاقي ويلدنج واسامبلي في الادنج ماتيريال، كاستنج والفورمنج ان سيم ماتيريال، والسبتراكتنج اللي هو مين؟ المشي. مش الاسامبلي عباره عن مثلا حاجه بتجمعهم، فهو يعتبر السيم ماتيريال لكل واحد على واحد لوحده، انما الفاينل برودكت يساوي ايه؟ تمام؟ ادد ماتيريال. الفاينل برودكت بتاع البروسيس يساوي الماتيريال اللي جايه هنا والماتيريال اللي جايه هنا اتحطوا على بعض. اوكي؟ طيب از ان احنا اتكلمنا على الماشينينج وقلنا ان احنا درسنا ماشينينج، لو بصينا على الكام مكنه اللي قدامي دول هل نقدر نسمي المكان ده؟ تمام؟ نمسكهم واحده واحده، وطبعا فيل فري ان انت تغلط، مفيش اي مشكله. انا مش انا اللي مدرستك الكلام ده، فانت ممكن تقول الله يسامحهم اللي درس لنا الكلام ده ما خدناش منهم معلومه بمليم، وانا هتعاطف معاك واصدقك وابدا ابني منين؟ من الزيرو، مفيش مشكله يعني. ها؟ بس دي المفروض معلومات اعدادي، مش معلومات اولى هندسه ولا ثانيه هندسه ولا ثانيه صحيح. ها؟ مين رقم ايه؟ ميلينج ماشين. طيب ما هي فيها شبه من سي، صح ولا انا متهيألي؟ مين رقم سي؟ دريلينج ماشين. اي دريل؟ اسمه متقابل ايه؟ مفيش هوريزونتال دريل. اي دريل؟ على فكره دي اللي تقول لي فيرتيكال ميلينج لان فيه هوريزونتال ميلينج، انما دي ما اقدرش اقول فيرتيكال دريلينج لان الدريل الموجود كله فيرتيكال سواء كان دي او غيرها. دي بيسموها ايه؟ ها؟ اب رايت دريل او متقاب شجره. تمام؟ في بنش دريل اللي بيسموه متقاب تسجه اللي هو المتقاب اللي بيتربط على ترابيزه، انما ده مش مربوط على ترابيزه، ده هو على بعضه ستراكشر بادئ من الارض. مين بي؟ تيرنينج ماشين او الليث او ايا كان. طيب هل المكن ده سي ان سي؟ ده المكن العادي جدا الموجود في الورش. المكن العادي بيسموه ايه؟ الترم بتاعه بيسموه ايه؟ حتى على فكره الصناعيه بيقولوا نفس الكلام. لان دي مخرطه، هتلاقي فيها مخرطه عاديه ومخرطه سي ان سي. فكلمة عادية دي مش ترم يعني مش مصطلح الناس بتستخدمه. ايه المخرطة العادية بيقولوا عليها؟ يدوي. برضه مش يدوي لأن كانت قديمة قوي. اليدوي دي نزل فيها حاجة اسمها أوتوماتيك، يعني دي فيها دراع أوتوماتيك المخرطة بتمشي من الأول للآخر وتقف. فما أقدرش أقولها يدوي. تمام؟ دي بيسموها المكن ده بيسموه كونفنشنال ماشين، وكلمة كونفنشنال يعني تقليدي. أوكي؟ الابجريد بتاع الكونفنشنال ماشين اللي هو بيسموه ايه؟ يا كمبيوترايزد ماشين، يا اما كما هو مصطلح في السوق اللي هو الايه؟ سي ان سي ماشين. يبقى دول كده على بعضهم اسمهم ايه؟ كونفنشنال ماشين. يبقى ورشه الماكينات اللي عندي تحت سواء فيها فريزر، متقاب، مقشطه، مخرطه، ايا كان، كلهم اسمهم ايه؟ كونفنشنال ماشين. لسبب ان هم مش انترفيس مع اي كنترول يونت بتتحكم في الحركه دي بشكل تمام رقمي، علشان كده ما قدرناش نسميها ايه؟ لا ان سي ولا سي ان سي، لان في فرق ما بين الاثنين. لقينا اللي انا بقوله ده تبقى المكنه يا ان سي يا سي ان سي اكوردنج للي احنا لسه هنتكلم عليه.
ماشي؟ اوكي. انواع المكن الرئيسي هما الثلاث مكنات دول، وفي واحده انا استثنيتها لان هي مش وارده في الشغل بتاعنا تماما. يا اما ميلنج يا اما تيرنينج يا اما دريلنج، اللي هو الايه؟ فريزر والمخرطه والمتقاب. في واحده من الكونفنشنال انا شلتها. وعندنا منها صف مكن كده واقف ورا بعض تحت في الورشه، اللي هو الايه؟ المقشطه. مفيش مقاشط سي ان سي. اوكي؟ لان زي ما انت عارف المقشطه دورها ان هي بتعمل ايه؟ هي بتفتح مجرى، هي بتعمل اسطح مستويه. تمام؟ ذا سيم اللي بيقدر يعمل الكلام ده مين؟ الميلنج. فاذا الميلنج تعتبر البديل الطبيعي للمقشطه، بس بديل مكلف شويه. لما جم يعملوا مكن سي ان سي لقوا مفيش احتياج ان انا اصرف على مكنه سيمبل قوي زي المقشطه بتعمل برودكتس مش متنوعه واعملها كمان كمبيوترايزد. فاللي هيخش معانا في شغل الماشيننج تبقى كمبيوترايزد هم بس الثلاث انواع دي. فعشان كده شلنا منهم مين؟ الشيبنج، لان الشيبنج مش هنلاقي منها سي ان سي شيبنج ماشين، انما هنلاقي سي ان سي ميلنج ماشين وهنلاقي سي ان سي تيرنينج ماشين. حتى دي مش هنلاقيها لوحدها، بس اوبريشن التيرنينج هنلاقيها فين؟ دريلينج هنلاقيها فين؟ هنلاقيها جوه التيرنينج وهنلاقيها جوه الميلنج. يبقى عمليه الدريلينج بتتعمل في السي ان سي بس مش على مكنه مخصوصه اسمها دريلينج. كل ده ليه؟ لان الانفستمنت اللي في السي ان سي كتير، فلوس كتير بتدفع، فمش هيعملوا عشان مكنه تعمل تقوب. اوكي؟ وير ان التقوب دي ممكن بمنتهى البساطه تتعامل مع التريننج، ممكن تتعامل مع ليه؟ مع الميلنج. اوكي؟ جميل. تعال نتكلم على كل اوبريشن فيهم بالراحه كده از اف ان انا بفكرك بالحاجات دي من زمان. انت قلت لي ان انت درستها، فاحنا ايه؟ بنعدي عليها سريعا كده. لو مسكنا اي اوبريشن سواء كانت ميلنج او تيرنينج او دريلينج، تقدر من شكل الاوبريشن بالمنظر ده تكاتيجورايز ايه الحركات الرئيسيه اللي لازم تتعمل علشان يحصل قطع بالشكل ده. لو قلنا الميلنج، هم ايه انواع الحركات الرئيسيه اللي موجود المفروض تبقى موجوده في الماشين؟ تمام؟ ثلاث حركات، ها؟ مين هم؟ اوكي؟ فيد والدبث اوف كات، ها؟ ها؟ اسمه روتيشن، اسمه المين موشن، ها؟ هم ثلاث حركات، المين موشن بترتيبهم بقى، خلينا منطقيين بقى. والترتيب ده ترتيب مش الاهميه، ترتيب الباور بتاع المكن. اول واحده المين موشن حركه رئيسيه، الفيد موشن، والاخير هو مين؟ الدبث اوف كات. اوكي؟ لو مسكنا ميلينج، مين بيعمل المين موشن؟ اكيد انت مميز ان التول في الميلينج اسمها ايه؟ الكاتنج تول في الميلينج بيبقى اسمها ايه؟ على فكره ما هو يعني اسماء العده في القطع، يا اما قلم يا اما سكينه يا اما منشار يا اما بنطه، يعني اسماء التول في الميلينج ايه؟ ها؟ سكينه بتالي صح ولا انا غلطان؟ تبقى اسمها ميلينج كاتر. اوكي؟ ماشي. مين بيعمل المين موشن في الميلينج؟ التول. نوع الحركه روتيشنال. اوكي؟ يبقى المين موشن حركه دورانيه واللي بيعملها ايه؟ التول. على فكره شكل الرسمه دي بوضعها كده، دي تبقى اي نوع من انواع الميلينج ماشينز؟ فيرتيكال ميلينج ماشين ولا هوريزونتال ميلينج ماشين؟ فيرتيكال. عرفنا منين؟ اسم الفيرتيكال ميلينج ماشين من ان التول الاكس بتاعها والاكس بتاع الموتور الرئيسي اخباره ايه؟ فيرتيكال، لان في مكنه اختي دي بالظبط بس مقلوبه 90 درجه، بمعنى ان الاكس الرئيسي بتاع التول هيبقى اخباره ايه؟ هيبقى افقي، مش هيبين، مش هيبقى راس. طيب دي المين موشن بتعملها السكينه، الفيد موشن بتعملها الورك بيس، يبقى الورك بيس بتتحرك تمام في حركه الفيد موشن. طب والدبث اوف كات؟ يا التول تنزل يا الترابيزه تطلع، ديبند على نوع المكنه، ده موجود وده موجود، يعني الانترفيرنس اللي حاصل ما بين الاثنين دول، التداخل ده، يا اما الشغله بالترابيزه بتاعتها تطلع لفوق، يا اما السكينه بالهيد كلها تنزل لتحت، المحصله واحد. اوكي؟ طبعا لو واحدة من الثلاث حركات الرئيسية وقفت، من المفترض ان حركة القطع اللي يجرى لها تقف. ماشي؟ مين ده؟ التيرنينج. وده أشهر مثال في التيرنينج اللي هو الخراطة العدلة، اللي هو دورها ايه الخراطة العدلة؟ بتريديوس الدايمتر من إلى. صح الكلام؟ برضه إيه أنواع الحركات الرئيسية اللي موجودة هنا؟ أنتوا متنهيين يا جماعة، إحنا بنتكلم في حاجات قديمة قوي، يعني مش عارف لو جبنا اي عيل صغير يقدر يقولها يكون درس الكلام ده. نفس الثلاث حركات. ها؟ هم نفس الثلاث حركات، ما احنا بنسقطهم على مين على فكره؟ هم نفس الثلاث حركات بس مش قوي، ما نعرضهاش نقول دايما نفس الثلاث حركات لان في حاجه منهم هتبقى مش موجوده. مش لازم هنا يعني. اوكي؟ كل اللي بنقوله
الحركه شكلها كذا واللي بيعملها فلان هنا الميم موشن روتيشن بس مين اللي بيعملها المره دي ها الورك بيس ما هو كان من شويه كان بيعملها التول فاذا الدنيا ما هي ثابته زي ما حضرتك متخيل اوكي الفيد موشن هنا بيعملها التول بتتحرك حركه خطيه هنا كان بيعملها الورك بيس فين الدبث اوف كات هنا كنا بنقولنا يا اما التول يا اما الورك بيس على حسب المكنه هنا مفيش ورك بيس لانها بتلف هنا التول اللي بيجرى لها هي اللي بتدخل بالايه بالدبث يبقى الثلاث حركات موجودين ماشي سعاده الباشا دريلنج اوكي بوضعه ده وبمنظره ده دريلنج على تيرنينج ماشين اشمعنى لان عادي جدا ان ممكن الشغله هي اللي تكون بتلف في تيرنينج ماشين طب لو كان دريلنج على ميلينج ماشين الشغله هتبقى ثابته ها والتويست دريل هي اللي هتلف المحصله اللي بينهم وبين بعض ايه واحد قدام الثاني حد منهم هيثبت والثاني هيلف متفقين خلينا ماشيين على شكل الرسمه دي بتقول ان التول هي اللي بتلف مين هنا اللي بيعمل ميم موشن ها الكاتنج تول ونوع الحركه روتيشن الله ينور عليك فين الفيد موشن ها ايا كان يا اما الورك بيس تقرب كده يا اما التول تقرب كده اللي هو حد فيهم هي ايه هيقرب ايه انسرشن في الثاني فين الحركه الثالثه اللي كان اسمها ايه الحركه الثالثه ها فين الحركه الثالثه هنا انا بتكلم على الحركه فين هي الحركه مفيش حركه ثالثه تمام ليه بنقول مفيش ما هو انا مش حاطط ميكانيزم يعمل لي الحركه الثالثه لان انا مش محتاج الحركه الثالثه ليه لان الحركه الثالثه هي حركه ها الوايدنج او الاتساع بتاع الثقب وهي مش محتاجه حد يكنترولها لان هي كنترولد ومش هتتغير التويست دريل ال 8 مللي هتعمل ثقب 8 مللي مش هيتغير يبقى اذا نظريه ان الدبث اوف كات هنا بكام الدبث اوف كات هي نص الدايمتر محتاج له ميكانيزم كنترول لا لانها مش هتتغير الا بتغيير مين يبقى هنا الاكتنج موشن يعتبر كام حركه اثنين تمام انما الثالثه دي ما يعتبرش موشن وملهاش ميكانيزم طيب لو مسكنا الميلينج ماشين بالتالي ادي شكل الكومن ميلينج ماشين اللي احنا عارفينه وطبعا الاكثر شيوعا والموجود اكتر هو الفيرتيكال ميلينج ماشين زي ما انت شايف ادي الاكس بتاع الفيرتيكال وادي التول متركبه فيه ادي الترابيزه اللي متركب عليها الشغله الكنترول هنا في الثلاث اتجاهات للترابيزه سواء تطلع او تنزل شمال يمين وجوه وبره انما السكينه بتلف واقفه ايه واقفه ماشي انواع الاوبريشنز بتاعه الميلينج اللي ممكن نشوفها وهتشوفها فيديو دلوقتي ها يا اما سايد ميلينج السكينه بتاكل بجنبها يا اما فيس ميلينج السكينه بتاكل بالاند بتاعتها يا اما سلوت ميلينج ان السكينه بتفتح مجرى يا اما بلانش ميلينج اللي هو السكينه بتعمل زي الدريلنج بالظبط بس بسكينه مش بتويست دريل يا اما رامب ميلينج ان السكينه ما بتمشيش على ديبث ثابت بتاخد الديبث جرادوالي وهي نازله اوكي لازم هندسه كبيره صح؟ مش كنا بنرسم تقول كده؟ الابعاد اللي كانت بتجيلي في المساله في الرسم الهندسي اللي انت بتتكلم عليها كانت بتبقى عباره عن ايه؟ بيقول لك الثقب ده الدبث بتاعه 10 مللي كان بيقف لحد فين؟ كنت بترسم دي ازاي؟ فاهم؟ كام؟ بتحط المثلث 30 كده وبتقلبه الناحيه الثانيه كده على اساس يديني الزاويه هنا 120 اللي هي زاويه راس البنطه صح؟ هل كان بيدخل دي في الارتفاع؟ ولا كان ليها اي لازمه؟ لما كنا بنربط مصامير كنا بنعمل ايه؟ لو هتيجي تعمل الاوز ها بتاخد نص الدايمتر لحد هنا وبعد كده بتعلم على الاوز ولما تيجي تركب مسمار وحط نص الدايمتر برده هنا وتقول المسمار هيربط لحد هنا، ليه الكلام ده؟ لان الحته دي جايه معانا عافيه ليه؟ لان الدريلنج بيتعمل بمين؟ التويست دريل يبقى الحته دي موجوده لمجرد تسهيل الدريلنج انما هندسيا انا مش محتاجها عشان كده دايما كانت بره ابعاد وبره اللعب وبره الكلام ده. لو انا محتاج هول يقفل كده هل ينفع يتعمل بتويست دريل؟ نو واي يتعمل باي عمليه بالبلانجنج اللي احنا كنا بنتكلم عليها ومع ذلك بيستخسره يشتغل بالبلانج علشان يعمل ثقب قد يكون عميق شويتين امال بيعمل ايه؟ يمشي لحد قرب العمق اللي هو عايزه ها بالبنطه بالتويست دريل وفي الاخر ينزل البلانج يعمل ايه؟ يعمل لك دي كده ده لو انت عايز النهايه بتاعته عامله زي ايه؟ كعب الكوبايه ما هياش نازله بالايه؟ بالكونيكال ماشي؟ ليه عملوا البلانج عشان دي؟ مكلف اكتر؟ اه مكلف اكتر لان سكينه الفريزه اغلى بكتير جدا من ايه؟ من التويست دريل لو احتجت اعملها ما احتجتش
خليك بالمنظر ده مش بخسر اي حاجه ان نهايه الهول تبقى ايه؟ تبقى كون. ماشي؟ طيب بص كده لشويه ميلينج اوبريشن، وان كان المكنه اللي انت بتتفرج على الديمو بتاعها دي هي واحده من السيريز بتاعت المكنه اللي اسمه جي ام تي، ده بينزل ميلينج وترنينج ماشين، وفي مكنه اسمها ميل ترن بتعمل ميلينج وترنينج في نفس الوقت. اوكي؟ فالمفروض انت بتشوف الفيديو تميز هل دي ميلينج ولا ترنينج ولا ميل ترن، الاثنين في نفس واحد. حاولت بقدر الامكان ان الفيديو الاولاني ده يكون كله ميلينج والفيديو الثاني يكون كله ترنينج. هاويفر هتلاقي في حاجات بتشتغل ميل وترن مع بعض، انت المفروض تتخيلها لان انت فاهم يعني ايه ميلينج ويعني ايه ترن. طبعا اللي انت شايفه ده كده يعتبر ايه؟ سايد ميلينج، ده ميلينج تيول يعني. اوكي، يعني هتلاقي بقى كل شويه بيقول لك ايه، بستخدم التول الفلانيه علشان يوري لك الامكانيات بتاعت التولز الموجوده عندك. برضه ذا سيم سايد ميلينج. اللي انت شفته بيغير التول ده اسمه الاوتوماتيك تول تشينجر، اللي المكنه بتغير التول اوتوماتيك تراك التول ثانيه، وده مش اختراع، ده موجود حتى في مكنه السي ان سي القديم. اللي انت شايفه ده مش فاست فورورد للفيديو ولا حاجه، ده شغال ان ريل تايم طبيعي جدا، وهي دي السرعه الطبيعيه للمكن. ده الرامب اللي احنا كنا بنقول عليه، انه بدل ما بينزل الفول ديبث مره واحده بياخد الديبث ايه جراديوال وهو شغال. دي اوبريشن اسمها بوكيت ميلينج، هندرس الكلام ده ان ازاي نفرغ بوكيت، وده اللي بتعمل بيه معظم الاستنباط. دي حاجه اسمها بورينج، بيفرغ بس مش بيفرغ اي شكل، بيفرغ شكل اسطواني. حتى الان انت كل الاوبريشنز اللي شايفها ميلينج فقط، دي ميلينج بس، الحركه اللي عملتها الورك بيس علشان تدي الاندكس اللي وراه ده ما يعتبرش ميلينج، ده يعتبر ميلينج وتيرنينج مع بعض. اوكي، يبقى اللي احنا شفناه ده ديمو كده عن الميلينج. نفس القصه لو اتكلمنا على التيرنينج، تالي التيرنينج انت حتى اشتغلته عليه في اعدادي، لان المخرطه تالي هي المكنه الوحيده اللي شغاله يعني شغاله بالكامل يعني في الورق في الورشه في الورشه بتاعت اعدادي. الاوبريشنز اللي ممكن تشوفها في التيرنينج بعيدا بقى عن الخرطه العده دي اللي بتدير التيرنينج، في اللي هو الفيسنج، اللي هو ايه الفيسنج؟ بيعمل ايه الفيسنج في الشغله؟ اللي هو علشان ينظف الفيس بتاع الشغله اللي هو الاند بتاع الشغله دي. ها تيبر اللي هو المخروط، ها كونتور تيرنينج، وده المحترف فيه السي ام سي مش المكنه الكونفشنال، ان هو يرسم كونتور على جنب الشغله زي ما انت شايف. بديله في المكن القديم لما كان بيحب يعمل حاجه فري فورم وعامله كده، كان بيعمل حاجه اسمها فورم تول. يعني ايه فورم تول؟ يجيب سكينه مسنونه على شكل الفورمه اللي هو عاوز يعملها، بحيث ان في كل مره تطلع له ايه؟ نفس الشغله بنفس المنظر، ما يبقاش فيها تغيير. اللي بعدها الشامفرنج، الناس اللي خدت رسمه هندسيه كده عارفين الشامفرنج، اللي هو دايما 2 على 45 اللي هو ايه؟ كسر السوكه بتاع ها الشافت، كت اوف القطعيه اللي هو بيقطع الشغله نصين، تريدنج للاوز على المخرطه، بورنج خراطه الداخليه، دريلنج الدريلنج لو انا ركبت في الغراب المتحرك بتاع المخرطه تويست دريل او التول ديت تقدر تعمل دريلنج في الشغله، اخر واحد النيرلنج شفتوه في الورشه ولا لا؟ تمام؟ اللي هو التخشين اللي بيتعمل على البار من بره علشان ما يبقاش سليبري، عشان لو عايز يبقى ليه ممسك عشان لو حد يمسك. طيب نفس الكلام، دي نفس المكنه اللي احنا كنا بنشوفها، بس دي الاوبريشن بتاعت التيرنينج اللي المكنه بتعملها. المكنه دي بتعمل الحاجتين ميلينج وتيرنينج، عشان كده بيسموها ايه؟
ميل تيرن ماشين او ساعات بيسموها ماشينينج سنتر. اوكي دي نفس الشغله اللي كانت موجوده هناك بس احنا شفنا الديمو بتاعها وهو بيعمل ميلينج للطرف ده. هنا بيعمل تيرنينج للشغله وفي الاخر هيوريك الميل تيرن بيشتغلوا ازاي مع بعض. طبعا عرفت منين ان هي تيرنينج؟ الشغله كلها مطلعه ايه؟ اكس سيمتري شيب، كلها شكل ريفولوتيف يعني شكل ايه؟ دائري. لما تبدا تلاقي حاجه ثانيه غير كده ده ما يبقاش تيرن. اوكي بعد ما يخلص دي تقريبا هيخش في الفيسنج بعد كده. ده برضه التول تشينجر بتاع المكنه دي الاوبريشن اللي اسمها فيسنج اللي هو مفترض بيفنش مين؟ بيفنش ده بتسمى الفيس. الاوبريشن دي تعتبر ايه؟ ها؟ لا 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 هو بيعمل حاجه اسمها في الميلينج حاجه اسمها انجرافنج اللي هو بيفرغ. تمام؟ فدي تعتبر ميلينج لان في ميلينج هيد شغال وترنينج لان الاكس بتاع الترنينج شغال فدي اوبريشن اسمها ميل ترن ده بيكتب اسم الشركه على تمام؟ فاللي هو بيعمله ده يعتبر ميل ترن شغال الاثنين مع بعض. اللي بعدها يعمل دريلينج او ده كانه ميلينج. بعد الميلينج يعمل بورنج اللي هي الخراطه الداخليه عشان يفنش الداخل بتاع ده. دي والشغله ثابته يعتبر ميلينج. اول ما الشغله بتتحرك يتصنف ايه؟ ميل ترن ان هو شغل الايه؟ الاكس بتاع الترنينج معاه. ساعات المكن ده بيبقى فيه حاجات جانبيه لو هو هيستخدمه على شافت طويل بيبقى حاطط له صوب بليت او سن منشار بحيث ان لما الشغله بتخلص اوتوماتيك بيقطع بيه الشغله بتقع بيحصل فيدنج للشافت بيخش الشافت قدام تبدا الشغله تتعمل مره ثانيه. او يعمل تيرن اوفر زي ما انت تشوف كده هيفك دي ويركبها بالمقلوب علشان يعمل فيسنج جديد للوش التاني. اوكي العمليه الاخيره اللي عندنا بنراجع عليها عمليه الدريلنج. والدريلنج ده مسمى عام لشويه عمليات كتير معرفش انت سمعت عنها ولا لا. دريلنج غالبا بتظلم شويه في الدراسه. سمعتوا عن دول؟ يمكن الصوره دي مش واضحه خلينا بدي اوضح شويه. العادي اللي هو الدريلنج اوكي اللي شبه البلانجنج اللي هو الكور دريلنج اللي هو بيدخل من غير ما يسيب كونيكال هيد. في حاجه اسمها ستيب دريلنج اللي هو بيعمل دريلنج وبعدها بيوسع. بعد كده الاثنين اللي شبه بعض دول اللي هو الكاونتر بورنج والكاونتر سينكينج اللي هو بيوسع مكان يا راس مسمار سداسي يا اما راس المسمار المخروط اللي هو العاده او الصليب اللي هو كاونتر بور كاونتر سينكينج. ريمينج اللي هو الفينشنج للدريلنج وده ما بيتعملش بمزاجنا. لو انا عامل توق ب 8 مللي بعمل له ريمينج بريمر 8 مللي علشان يفنش من وراه. الريمينج فينش ما هوش تقل. اخر واحد السنتر دريل ده لو انت بتعمل سنتر دريل في شغله على مخرطه علشان تثبتها بالتيل ستوك او بالغراب المتحرك. شكل الدريلنج على سي ان سي ماشين هيبقى بالمنظر ده. ده ريجولر دريلنج عادي جدا عشان هنشوف لو في ديب دريلنج هيعمل فيه ايه، لو تقطع ميت شويتين هيعمل فيه ايه. زي ما انت شايف ده حاجه اسمها بيك دريلنج ان التوب ما بتخدش على مره واحده على كذا مره، وهنشوف ازاي هنعمل الكلام ده في البروجرامنج وامتى بنحتاج نعمل الكلام ده اصلا.
الكود اللي انت شايفه على جنب ده الجي كود اللي انت بتتعلم تكتبه وفي نفس الوقت ده الجي كود اللي المكنه بتنفذه. كم تقريبا هي عمليه الريمنج دايما مرتبطه انه بيحط اويل لان المفروض ان الريمر هي فينيشنج اوبريشن يعني المفروض ده يسيب لي سطح التقد من جوه كلين ما فيهوش اي رايش ما فيهوش اي بواب. دي عمليه التريدنج زي هو لازم يلف في الدايركشن بتاع الرباط لما بيخلص يعكس ويلف في الدايركشن بتاع الفك علشان يطلع ما يكسرش سنه الاراضي. ده برضه هناخد الجي كود بتاعه وازاي ده بيتعمل. اوكي دي كده مقدمه عن كل الماشيننج اوبريشنز اللي احنا هنشوفها علشان لما نعمل بروجرامنج لاي اوبريشن من دول يبقى احنا عارفين احنا بنعمل بروجرامنج لايه. طيب دول تعرف ايه منهم؟ تعرف ايه من دول؟ مش مجرد اختصار بس اللي هو عباره عن ايه يعني كلمه معناها ايه؟ طب ايه اللي ما تعرفوش؟ لا صعب صعب الكاد والكام بتاعي السي اي اي ما نعرفهاش والسي اي ام هو اسم الماده بس احنا ما نعرفوش لان هو بالنسبه لنا حاجه ما سمعناش عنها قبل كده. طب الان سي والسي ان سي؟ لا سامعينه بس مش عارفين هو ايه. احنا سامعين الاسم بس مش عارفين اختصار ايه. ماشي كمبيوتر نيوميريكال كنترول. طيب تعال نتكلم عليهم سريعا كده عشان تعرف الترمات عباره عن ايه وكل واحد منهم هيتقال بالتفصيل. ان سي نيوميريكال كنترول يعني المكنه هتشتغل بالتحكم الرقمي بنيوميريكال كنترول. الغساله الفول اوتوماتيك بتشتغل نيوميريكال كنترول، البي ال سي يعتبر نيوميريكال كنترول. اوكي؟ بس ما فيهوش فليكسبيليتي ان اقدر اتحكم بشكل متغير. اوكي؟ انت حطيت تحكم بشكل معين ومش هيتغير. اوكي؟ لو بقى كمبيوتر نيوميريكال كنترول او كمبيوترايز نيوميريكال كنترول الكمبيوتر بقى وحده خاصه بالتحكم ملحقه بالمكنه. افهم من ذلك ان الانبوت بتاعي للكمبيوتر لو اتغير اللي خارج هيتغير، يبقى في فليكسبيليتي اكتر لما تكون كمبيوترايز نيوميريكال كنترول عن انها مجرد تكون ايه؟ نيوميريكال كنترول. الفرق ما بين الاثنين وجود الكمبيوتر تمام في وحده التحكم بتاع المكنه. طيب كاد كاد كمبيوتر ايديد حديثا بس هي كانت زمان اسمها كمبيوتر ايديد دروينج بعد شويتين بقى اسمها كمبيوتر ايديد ديزاين. ايه ده وايه ده؟ هنشوف معناها. الكام؟ كمبيوتر ايديد مانيفاكتشرنج. وفي يوم من الايام وحتى يومنا هذا في باكجز للكاد بس وفي باكجز للكام بس. لو الباكج انتجريتد الاثنين مع بعض باكج واحده تتسمى ايه؟ كاد كام باكج واحده. ما يجيش واحد يقول السوليد وورك او سوليد وركس اذا كاد كام سوفت وير. لا السوليد وركس ايه؟ كاد سوفت وير. ماشي؟ السمارت كام ما تقوليش ان هو كاد كام سوفت وير، ده كام سوفت وير. انما لما تيجي تتكلم على اليوني جرافيكس على البرو انجينير تيجي تتكلم على الكاتيه دول كاد كام سوفت وير لان الاثنين انتجريتد مع بعض. ماشي؟ نفس السوفت وير اللي بيعمل الكاد هو نفس السوفت وير اللي ممكن تسيف الفايل في الكاد وتفتحه في الكام، نفس السوفت وير بنفس الاسم بيعمل ده وبيعمل ده. اوكي؟ سي اي ام دي اللي المفروض هنعرفها النهارده يعني ايه؟ سي ستاندز فور ايه؟ كمبيوتر انتجريتد مانيفاكتشرنج. جواها جميع احلام الناس اللي اسمهم مهندسين في كل حاجه كمبيوترايزد ممكن تتخيلها من اول ما المنتج كان فكره لحد ما المنتج اتعمل لحد ما الناس استخدمته لحد ما قدمت لهم الافتر سيل سيرفيس. دي كلها على بعضها اسمها ايه؟ سي اي ام. يبقى سي اي ام مش حاجه معينه، مش كده بقول لك احنا لما بندرس سي اي ام بننقي حته منها وندرسها، انما سي اي ام دي حاجه كبيره قوي مغطيه كل حاجه سيادتك ايه؟ تتخيلها. اوكي سي اي اي كمبيوتر ايدد انجينيرنج وهنشوف ايه اللي بيحتويه او عباره عن ايه الكمبيوتر ايدد انجينيرنج. ماشي؟
هنمسكهم كده ترم ترم بالراحه ونعرف دول عباره عن ايه. اول حاجه الكات هو عباره عن الحاجه اللي انت بتعملها علشان توصف ال 3 دي موديل بتاع البرودكت بتاعك. زمان كانوا بيقولوا 2 دي و 3 دي، بس النهارده ال 2 دي ما بيقدروش يسموه كاد، لانه بقوا بيسموه كاد بتاعه كمبيوتر ايدد دروينج. انما لما اتكلم على كمبيوتر ايدد ديزاين بقى كلمه ديزاين مرتبطه بال 2 دايمنشن ما تنفعش قوي، لان كلمه ديزاين النهارده بقت مرتبطه بايه؟ ب 3 دي موديل. انما لما يجي يقول اوتو كاد ويتكلم على 2 دايمنشن، الدي اللي موجوده في الابريفيشن دي معناها ايه؟ كمبيوتر ايدد دروينج لما اتكلم على 2 دايمنشن. اوكي، حتى بقوا بيميزوا لما بيقولوا دروينج بيبقى قصدهم 2 دايمنشن، لما يقولوا موديل يبقى قصدهم ايه؟ 3 دايمنشن. ماشي؟ طيب الكام هي ستاندز فور ايه؟ ها كمبيوتر نيوميريكال كنترول، اللي موجود اللي هي الاوتوميتد بروسيس اللي هتعملها علشان تحول الكام موديل الى ايه؟ فاينل برودكت وات ايفر كانت ايه الاوبريشن. يعني مش بالضروره الاوبريشن تكون ماشين، ممكن الاوبريشن تكون كاستنج، ممكن الاوبريشن تكون بلاستيك انجكشن، ايا كانت الاوبريشن، تحويل الديزاين الى فاينل برودكت باستخدام الكمبيوتر تتسمى كمبيوتر ايدد مانيفاكتشر. اوكي، في الكيس بتاعتنا ميديا انت مركزين على ان المانيفاكتشرنج دايما هو مين؟ الماشينينج. بس مش معنى كده ان المانيفاكتشرنج هو الماشينينج في كل حاجه. الكمبيوتر ايدد انجينيرنج وده يحتوي ايه جواه بقى؟ يحتوي الكاد كمرحله اولى، يحتوي الكمبيوتر ايدد اناليسيس اللي هو الديزاين بمفهوم الديزاين اللي احنا بندرسه كماده. امال دي كانت مقصودها ايه دي؟ ديزاين اللي هو الشكل بس، انما دي مقصودها ايه؟ كل الاناليسيس اللي انت تتخيله، تمام؟ سواء بتعمل اوبتمايزيشن للحجم، عايز تصلحها اصغر حجم، عايز تخليها تتحمل، ايا كان، بس دي مينلي مرتبطه بالاناليسيس بتاع الشكل. اوكي؟ فاينايت اليمنت اناليسيس ده مينلي ده مرتبط بايه؟ بالستريس اناليسيس اللي احنا بندرسه هنا بالورقه والقلم باسم ايه؟ ميكانيكال ديزاين او تصميم ميكانيكي. كومبيوتيشنال فلويد داينامكس، معرفش بتاخد فلويد ولا لا، بس ده سيميليشن الفلويد زي ما ده سيميليشن الستريس اناليسيس. اذا كان ده سيميليشن الستريس اناليسيس على الكمبيوتر، ده سيميليشن الفلويد على الكمبيوتر، كل ده داخل تحت الكمبيوتر ايدد انجينيرنج. اخر مرحله في الكمبيوتر ايدد انجينيرنج ان انت تبدا تنفذ اللي انت عملته ده، اللي هي ايه؟ الكمبيوتر ايدد مانيفاكتشر. ممكن نفرق بين سي اي والاف اي اي؟ حلوه، ده ديزاين الشكل ال 3 دي موديل اللي انت عملته، ده اوبتمايزيشن لل 3 دي موديل اللي انت عملته، ده ستريس اناليسيس لل 3 دي موديل اللي انت عملته، ده فلويد سيميليشن جوه ال 3 دي موديل اللي انت عملته، ده تنفيذ الموديل اللي انت عملته. فهي البدايه من ايه؟ ديزاين اناليسيس الشكل بتاعه، ستريس اناليسيس، فلويد اناليسيس لو هتحتاجه، اخر واحده المانيفاكتشر. كل دول اسمهم كمبيوتر ايدد انجينير. ماشي؟ سوفت ويرز كتير بتقدم باكج واحده بتعمل كل دول على بعض، بس عمرها ما بتتباع على بعض، لان كل مديول من دول بيبقى ليه سعر داخل الباكج. مين بقى السي اي ان؟ من المفترض انه حاجه اعلى من السي اي اي، ده السي اي اي جزء من السي اي ان، لان ده اسمه ايه؟ كمبيوتر انتجريتد مانيفاكتشرنج، ده سيستم متكامل بادئ من ايه؟ من اول الكاستمر ريكوايرمنت لحد ما تصنع البرودكت وترجعه تاني للكاستمر اكوردنج للريكوايرمنت بتاعته. فهو بادئ من ايه؟ كمبيوتر ايدد انجينيرنج اللي هي عمليه التصميم والتصنيع والليله كلها على بعضها، دي بيور انتاج، ده شغل انتاج. متفقين؟ يدخل بقى الحاجات بتاعتكم اللي من المفترض ان انت بتدرس حاجات من دي، اللي هو زي الايه؟ ام ار بي ماتيريال ريكوايرمنت بلاننج، بتدرس في المواد اللي انت بتاخدها وبرضه ليها سوفت وير ابلكيشن الماتيريال ريكوايرمنت بلاننج. فيها الكاب كمبيوتر ايدد بلاننج، تمام؟ اذا كنت انت بتاخد بلاننج في سوفت ويرز للكمبيوتر ايدد بلاننج. دي لو لميت الليله دي كلها على بعضها، ده منظومه بالكامل اوتوميتد كمبيوترايزد من اول الفكره والديزاين والتصنيع، تكلفه، حسابات، التخطيط، لحد ما توصل لمنتج نهائي انسب. ماشي؟ طيب عايز اوري لك سايكل للكاد كام علشان تتخيل الكاد كام لو انا عندي سوفت وير بيعمل كل حاجه تطلع شكلها عامله ازاي السايكل بتاعه الكاد كام. بس قبل ما نبداها خد لك، طيب بص معايا هنا بقى،
عايز اوري لك علشان تتخيل يعني ايه كاد كام سايكل. لو انا عندي سوفت وير او باكج شغاله كاد كام، فمن المفترض ان انت لو حولت من مرحله الديزاين الى مرحله المانيفاكتشرنج ما تسيبش السوفت وير وتروح لحد تاني وترجع له، المفروض تبقى على نفس السوفت وير. لو سبته عند كاد موديل ورحت نفذت كام في سوفت وير تاني، ده كده مبقاش كاد كام. ماشي؟ طبعا مش يعني بدون التفاصيل الكتير اللي موجوده فيه دي، كده مثلا ستيبس الجنريشن كاد موديل او كاد موديل موجود اوريدي بس ايه بنكسبلور كده الستيبس بتاعته ايا كان شكل الموديل لحد ما نوصل للمانيفاكتشرنج بروسيس، لحد ما يخلص خالص سيميليشن ويبقى جاهز ان هو فعليا يروح ايه يتنفذ. سيم دي كده ده شكل الموديل اللي انت عاوز تنفذه، وسيم التصعيد ان الموديل اللي قدامي ده علشان يتنفذ مش هيتنفذ ماشينينج، ده هيتنفذ استامبا هي اللي بنعمل فيها حقنه وبنعمل فيها انجكشن عشان نوصل لشكل الايه الموديل ده. فستبس التصنيع هتبقى عامله ازاي؟ انا عملت الموديل، المفروض ان انا اعمل التول اللي هتصنع اللي هي مين الاستامبا نفسها. كل ده انا عندي جيومتري الموديل او الكاد بتاع الموديل اللي انا عايز اصنعه، المفروض كستبس كده ايه المفروض يحصل من ده؟ يبقى في استامبا واخده الشكل بتاعه، بعد كده الاستامبا تتصنع، بعد ما الاستامبا تتصنع نعمل فيها انجكشن، في الاخر يطلع الموديل اللي احنا عايزينه ايه هو ده. اوكي، دي كده كومبليت كاد كام سايكل، من اول ديزاين المنتج وديزاين التولز اللي هتعمل المنتج لحد ما توصل للايه للفاينل برودكت. فاول واحده البارت كرييشن، تاني واحده علشان تعمل تصميم للاستامبا اللي هتعمله فانت محتاج تعمل سيميليشن للبلاستيك انجكشن، فانت بتعمل سيميليشن لعمليه تصنيع عشان تعرف لو انا عملت انجكشن في البوينت دي هيتملي ولا مش هيتملي، او محتاج درجه حراره البلاستيك تكون قد ايه والبريشر قد ايه، اللي هي حسابات البلاستيك انجكشن. اوكي، طبعا ده مش اي حد بيفهم يعمل الكلام ده، المفروض يكون فاهم البروسيس شغاله ازاي الاول ويختار الماتيريال بتاعته عشان يبدا يعمل السيميليشن. لازم يعمل تشيك اسمه كونفيدنس اوف فيل علشان يعرف البتاع ده كله هيتملي ولا لا، وسيميليشن للبلاستيك فلو لحد ما يتاكد ان مكان الصب اللي هو بيقول هعمله تمام، لان المكان ده هيبقى ثابت في الاسطمبة اللي هو مفروض هيدخل يعمل لها ديزاين بعد كده. طبقا لشكل الموديل بتاعي انا بعمل الاسطمبة بتاعته، المفروض انه بيطلع اوتوماتيك، انا مش بعمل ديزاين للشكل الداخلي بتاع دي، الشكل الداخلي المفروض جاي من المنتج نفسه، والدليل ان انا اوريك حاجة دلوقتي ان انا لو غيرت حاجة في شكل المنتج نفسه هتلاقي الاسطمبة نفسها بتريجينريت وتتغير علشان ايه تماتش الابديت اللي انت عملته في البرودكت نفسه. دول الفكين بتوع الاسطمبة او النصين بتوع الاسطمبة، وفي الاخر بيعمل لي اكسبكتيشن شكل البرودكت هيبقى عامل ازاي لو انا عدلت اي حاجة تانية في الاسطمبة، فبناء عليه يقول لك شكل المنتج النهائي هيبقى عامل ازاي او شكله عامل ازاي. بعدها لو عايز اعمل ميلينج سيميليشن، وهو ده المفروض اللي يهمنا في الكورس بتاعنا، على الداي اللي انا عامله، بعيدا بقى على اختيار التولز واختيار البارامتر كل الكلام ده لسه هنتعلمه مع بعض. اوكي، ده كده سيميليشن للتول باث، للمسار اللي التول هتمشي فيه علشان تفرغ لي المكان اللي موجود في الاسطمبه، حاجه زي الفيديوز اللي انت شفتها على الميلينج ماشين. من ده بيطلع الجي كود اوتوماتيك، ده اللي هيروح للمكنه علشان المكنه لما ادي لها حته البلوك الحديد ده وادي لها البروجرام ده تشغل لي نفس المنظر اللي انت شايفه. غير التول باث سيميليشن، لو عايز اشوف ريل تايم سيميليشن اللي هو شكل السيميليشن فعليا بشكل السكينه بشكل الكافيتي بتاع التشغيل بعد ما تطلع، في سوفت ويرز ثانيه بقدر اتاكد بيها واعمل بيها فيريفيكيشن للجي كود اللي طالع عندي زي ما انت شايفه. وحتى الناس من الاطمئنان بعد ما طلع الجي كود ده بياخده على سوفت وير مختلف تماما ويبدا يسيميليت عشان يتاكد ان مفيش ايرور كان حاصل هنا، لان اي غلطه هنا ممكن تسبب دامج كبير في المكان. اوكي، طبعا دي الستيب الاولى من الماشين، انا في الاخر ما بسيبش الحيطه عامله زي السلم كده، دي الستيب الاولى اللي بيشيل فيها معظم الحجم، وبعد كده يبدا يعمل فينيشنج وبعد كده سوبر فينيشنج وهكذا. اوكي، طيب احنا دورنا ايه في الموضوع ده؟ احنا كده اتكلمنا على السي ان سي واتكلمنا على الكات كام، احنا فعليا هندرس ايه والدنيا هتبقى ماشيه معانا ازاي؟ بص يا ريس،
لو هنتكلم على الكاد كام هي الليلة بدأ منين؟ من الديزاين اللي كان في دماغ الديزاينر، من الكاد وصل للجيومتري اللي عايزه، الكام عملته الماشينينج سيكونس اللي هو عايزه، فطلع جي كود بروجرام. الجي كود بروجرام اديله بقى ورك بيس وتول ومكنه علشان في الاخر يطلع لك الايه البرودكت بتاعك. لو شلت الكاد كام من السايكل دي الدنيا هتبقى عامله ازاي؟ يعني لو شلت الكاد والكام هتلاقي البدايه مع مين؟ ها؟ مع الان سي بروجرام. مين الان سي بروجرام ده؟ ده اللي احنا بنقول عليه الجي كود، فايل الجي كود. طب تاني لما دول كانوا موجودين فايل الجي كود كان بيجي منين؟ من الكام؟ مكتوب بايد يعني ولا ايه؟ لا، الكمبيوتر هو اللي مطلعه لي تكست فايل، بتاخده وتيمبورت مع المكنه، اول ما تكون دايركت لينك مع الكام وتنفذ زيها زي البرينتر كده. طيب لو مش موجود ايه اللي هيحصل؟ ها؟ سيادتك تمسك الرسمه بتاعه المنتج وتبدا تقرا ابعادها وتبدا انت اللي تكتب البرنامج اللي هيخلي المكنه تنفذ المنتج ده. افهم من كده ان الليميتيشن هتبقى عاليه جدا، ما بقاش بقى برودكت كومبلكس زي ده اقدر اعمله. تبدا العمليه بالورقه والقلم، بالحسابات، بالابعاد، تبدا الدنيا ما تبقاش ايه بالنعيم اللي احنا كنا شايفينه ده. اوكي، ساعتها ايه اللي هيحصل؟ هيبقى البني ادم هو دوره ان يبقى هو الجي كود بروجرامر عشان هو اللي يكتب البروجرام اللي المكنه هتنفذه. في كل الاحوال المكنه قاعده في مكانها ومستنيه ايه؟ جي كود يجي. الجي كود جاي من بني ادم، اهلا وسهلا. جاي من المكنه، جاي من الكمبيوتر، اهلا وسهلا. الفرق في درجه التعقيد بتاع الجي كود. على ما اعتقد لما نكون بنتكلم على برودكت زي اللي كنت وريته لك من شويه ممكن البرنامج بتاعه يوصل 10000 سطر و20000 سطر ومليون سطر، عادي مفيش مشكله. الكمبيوتر اللي بيكتب والكمبيوتر بتاع المكنه اللي بيقرا. انما لما كنت بتكلم على حاجه بقى بسيطه بني ادم هو اللي عاملها، لا ساعتها بقى كم التعقيد اللي احنا بنتكلم فيه ده ما بقاش موجود. ماشي؟ مفروض احنا بندرس ايه؟ احنا بندرس البيزكس بتاعت كتابه الجي كود، ده اللي احنا بندرسه وبنمتحن بيه في ورقه والقلم في الامتحان. اما البراكتيكلي بقى هنبدا نتعلم ايه؟ لو في كاد كام سوفت وير ازاي نخلي الكاد كام سوفت وير هو اللي يطلع لنا الجي كود. ما ينفعش تكون ما بتعرفش اساسيات الجي كود وتقول لي انا شغال على الكاد كام سوفت وير واللي بيديهولي بديل المكنه واقول لها رن واسقف والحياه زي الفل، ما ينفعش. عامله زي الرسم الهندسي، سيادتك بتعلم رسم هندسي وبتعلم القواعد بتاعه البروجكشن، من بعدها تقدر تشتغل على الكاد سوفت وير. لو بدات على الكاد سوفت وير من غير ما تعرف قواعد الرسم انت مش هتبقى فاهم الدنيا ماشيه ازاي. فاللي احنا بنعمله بنفهم البيزكس بتاعه البروجرامنج، وعلى جنب في الجزء البراكتيكال بتاعنا بنعمل ايه؟ بنابلاي حالات كومبليكيتد بس مش بايدينا، بنابلاي الحالات الكومبليكيتد على ايه؟ على كاد كام سوفت وير. انما ساعه لما نجيب مساله في الامتحان هنجيب مساله في الامتحان على مستوى ايه؟ التو دايمنشن والحاجه البسيطه اللي احنا نقدر نعملها. ماشي؟ البرامج الموجوده في السوق عشان لما تسمع الاسماء بقى تقدر تعرف البرامج دي بتعمل ايه. الكاتيا هو برنامج امريكاني، ده يعتبر كلاسيفايد نمبر 1 في برامج الكاد كام. مين اللي بيعمل الكلاسيفيكيشن دي؟ شركات الطيارات وشركات العربيات، لان هم اكتر شركات مستخدمه للبرامج دي. اوكي؟ بيعمل ايه؟ كاد وكام؟ ها؟ وكمبيوتر ايدد انجينير. البرو انجينير كاد وكام؟ كمبيوتر ايدد انجينير. الان اكس او اليوني جرافيكس كاد وكام؟ كمبيوتر ايدد انجينير. دي تعتبر برامج كامله بتعمل كل الاناليسيس اللي احنا قلنا عليه. في برامج زي السوليد ايدج وبرامج زي السوليد وورك بتعمل الكاد والكمبيوتر ايدد انجينيرنج المرتبط بالكاد. زي السوليد ووركس بتعمل الكاد والكمبيوتر ايدد انجينيرنج المرتبط بيه، ما بيخشش في اي تعقيدات مرتبطه بالايه؟ بالكام. او الانفنتور بتاع اوتو ديسك اللي هي بتاعت اوتوكاد نفس القصه. في برامج سبيشاليزد في السيميوليشن بس زي الانسس والناسترن والاباكس، دول بتوع فاينايت اليمنت ستادي بس، ملوش دعوه بالكاد موديل. الكاد موديل بيجي له منين؟ من برنامج تاني. بس هي برامج على قدر من التخصص والتعقيد ان هي بروفيشنال قوي في موضوع الايه؟ الستريس اناليسيس. في زيهم بقى حاجات بقى في الكمبيوتيشنال فلويد داينامكس سي اف دي، والليله دي بره خالص الموضوع بتاعنا. اوكي؟ ده كده اوفر فيو على ايه اللي احنا المفروض هندرسه في الماده وايه اللي احنا المفروض هنمشي فيه ستيب باي ستيب، سواء الجزء اللي انا هشتغله او الجزء اللي دكتور احمد صبحي هيشتغله.